أنا يعني لا أدعي نفسي رسام، لا أدعي نفسي يعني بالجنب الحرفية للفن. أنا هدفي أو الهاجس اللي أشتغل عليه إلى أنه أكون محمود شبر المصدر للأفكار. هذه قضية يعني مهمة، لأنه من قراءتي لتاريخ الفن، من مراجعاتي لحياة الفنانين الأعمدة اللي خلدهم، ما خلدتهم أعمالهم، خلدتهم طروحاتهم. أني أريد أوصل إلى هذه المنطقة اللي أنا أنطيك الحكم الجمالي، وبالنتيجة يكون هو إلى صدى، لربما يكون إلى صدى الأيام القليلة القادمة، ولربما يكون بعد 100 سنة ينذكر شبر وينذكر الشوبرياليزم اللي اشتغلت عليها بال2020 وأسست له وطرحت به مجموعة مفاهيم خاصة بآلية اشتغال بالفن العربي. وهذا يكفيني إلى أن أكون سعيد. يعني بلا شك الفن يحتاج نوع من الموهبة، يحتاج الخامة المؤهلة إلى أن يكون الشخص فنان. والقضية الأخرى الجانب المعرفي، هذا ضروري جدا. إحنا شلون نفرق ما بين الفن مثلا على صعيد التشكيل مثلا وما بين الرسم؟ هناك رسام وهناك فنان. الرسام غير قادر إلى أن يرتقي إلى منطقة الفن، لأنه الفن يحتاج نوع من الابتكار أو نوع من الإبداع. أما الرسم، عملية الحرفة بالرسم، هذه تحتاج مهارة التعلم بالاستوديو. ممكن تدخل دورة رسم 4 أشهر 6 أشهر يصير عندك إمكانية تشتغل لاندسكيب، تشتغل يعني أعمال ستيل لايف، موديل. أنا عندي مقولة إلى أنه كلما تطابق الفنان مع عمل الفني، بمعنى اكتسب درجة الوثوقية والصدق في الأداء، كلما ارتقى بهذا العمل الفني وكلما كان قريب إلى المتلقي. تكتمل اللوحة في عين الفنان حينما يكون الفنان مكتمل، حينما يكون الفنان مكتمل. وهذه إشكالية كبيرة في عملية الإنتاج الإبداعي، لأنه عملية عدم معرفة توقيت التوقف بالأداء تحمل اللوحة فوق طاقتها، وبالنتيجة توصلها إلى درجة السقوط. الفن أو الإبداع، الابتكار، يحتاج إلى مغامرة. إذا ما كان عندك روح المغامرة، أنت غير قادر إلى فهم العالم، وعدم فهمك للعالم هو بالنتيجة عدم فهمك لنتاجك الفني. في عملين الفان كوخ، حينما كان يتعالج الطبيبة هو غير قادر على يعني تسديد أجرة الفحص وكذا، كان يهدي له لوحات، فالطبيب إنه يعني مواساة إلى مريض كذا، فكان خالهن لغطاء لقن الدجاج اللي عنده بالبيت. فبعد ما دخل فان كوخ بالمزادات وصار اسم مهم، ذكره إنه هذا المريض مالته اللي انتحر، فراح قسلهن اللوحات. فالعملية مو بها المعنى هذا. يعني الفنان الحقيقة أو الفنان المحترف أو الفنان المتفرغ إلى الفن، هو يخلي ضمن أشياء أو يعني أشياء اللي طبعاً التداولية هي بها جنبتين، يعني التداولية المادية وتداولية العمل الفني. يعني كيف أني مثلاً أرحل لوحتي أن تكون في جدار مهم، في مكان مهم، في متحف مهم، هذا مهم بالنسبة للفنان. والقضية الأخرى، كيف أرتب أنا خطة يعني عملية تداولية الأسعار مالتي. والله بعد المعرض اللي من خلال ردود الأفعال اللي يعني تلقيتها من أصدقاء وفنانين وناس مختصين ومثقفين اللي أقمناه في أبوظبي في أيام العربية عن طريق مركز اللغة العربية، مشكورين
المعرض اللي كان هو تحت عنوان عنترة شاعر الحب والفروسية، كل نجاح يحملك مسؤولية إلى أنه تقدم نجاح موازي إلى أو يرتقي فوقه يعني. فأعتقد هناك معرض آخر في أبوظبي، ولربما يكون بشهر خامس يعني أو شهر العاشر يعني، أما شهر الخامس يكون الاختيار أو شهر العاشر. الفن إناء كبير ينضح بالجمال، فعلى الفنانين أن يكونون متمثلين بهذه الأوعية أو هذا الإناء الكبير. الحياة واسعة، المساحات متسعة، كل إحنا نعمل تحت فضاء نريد نقدم جمال للآخرين، فعلينا أن نسترخي وعلينا أنه يعني نأدي الأداء اللي إحنا يعني نفهمه، والحياة تتسع الجميع.